ممثل مغمور، بدأت حياتي ككومبارس، وممكن كومبارس فوق الجملة، مش عارف أصلح لهم الأربع شربات. اسكندرية تمثل لي خلق موهوبين أو دعم الموهوبين على مر التاريخ. شوف اسكندرية خرجت قد إيه من النجوم. وأنا دايما أقول جمهور اسكندرية كموج البحر، يمكن أن يرفعك إلى أعنان السماء وبعدين ينزلك على الأرض. لا، هو الحقيقة مش اسكندرية، دي مصر كلها عندنا هذه العادة. فأول ما بدأت أعرض، للأسف حبيت أعرض هاملت اللي أنا عرضتها في القاهرة بعد ما اتخرجت من معهد وليد معيد، أعرضها في سيد درويش 1000 كرسي أوبرا. فوالدي الله يرحمه حب يعني صالحني، لأنه كان شغال في فريق جسوان، قال لا ده أنت تعمل عرض التذاكر بفلوس في اسكندرية كسر الدنيا، ما حدش يعرفني ولا يعرف اللي معايا، من أنا الشرطي، من عماد رشاد، ويعني أحمد ماهر، كل دول تلامذتي، ما كانش حد يعرفني هنكتب على فيش إيه، هل ما لكش دعوة. هو كان انا واخد منه شخصيه علي مصري، يعني لما عملت علي مصري واخد منه والدي.